الحضور ديالك في المدرسة؟ الرجوع راه عادي، فريق الجيش الملكي راه البطل ديال هذه المسابقة ب 11 لقب، اليوم تزاد واحد لقب ل 12، الفريق اللي عنده رقم قياسي في الكأس، فماشي غريب على فريق الجيش الملكي. نبغي نبارك لجميع الجماهير العسكرية في كل ربوع المملكة، والفريق أو الجماهير ديالو كانوا محتاجين هذا الفوز، خصوصا بعد الوقائع اللي وقعت في المقابلة ديال الماس. فكنظن ان اليوم مصالحه مع التاريخ، نتمنى ان الفريق يرجع للسكه الصحيحه ديالو، وكيف ما قلت لك راه فريق الجيش الملكي فريق كبير بالالقاب ديالو ورجع للمكان العادي. كما قلت لك الفريق راه مولف على النهائيات، واليوم راه حتى الجمهور مولف على الحضور ديال النهائيات. فكما قلت لك راه فريق الجيش الملكي اكثر فريق متوج بكاس العرش، خصوصا بكاس العرش. كانت يعني الامور مختلفه، لان جات في واحد الظرفيه اللي الفريق كان كيجتاز في واحد المرحله صعيبه، محروم من الجماهير ديالو حتى لنهايه السنه. النتائج ديال البطوله كانت متذبذبه، الفريق كيكون في خط تصاعدي ومن بعد كينزل المستوى، فهذه كل عوامل كانت لعبه اليوم، زياده على الكثير من الجماهير اللي في السجن لا يطلق سراحهم. فكل هذه كيف ما قلت لك كانت عوامل اللي كانت محيطه بالفريق، ولكن اللاعبين وخصوصا الطاقم التقني من المدرب زفين حتى الجمهور اللي تكبد عناء السفر وحده اليوم فساهموا بشكل كبير، ويمكن التاريخ ديال فريق الجيش الملكي لعب دور كبير اليوم باش انتصر في المقابله.